قلنا السلام عليكم والتحية من فنلندا. الواحد هكا باش يدخل توا يطيب جايين 400 كليون في البوفيه، عندي ميساج لقيس سعيد. يا قيس سعيد، مش نقولها لك، الهند عندها غاندي، افريقيا الجنوبية عندها مانديلا، فنلندا عندها كيكونين، فرنسا عندها دوغول، وتونس عندها زعيم الحبيب بورقيبة، كلهم في كتب التاريخ. نحي تصويرة ونحي 20 تصويرة برا من هالسباح البذيل، واحد متوكل على ربي سابان نويل هذي الحرفة برا عالسباح، لا تبارك لك ولا تربحك. كل بلاد عندها زعيم في التاريخ، وبورقيبة الحبيب بورقيبة الله يرحمه هو في تاريخ تونس والعالم الأجمع في الكتب. الله لا تبارك لك هالسباح ولا تربحك، لا رينا خير منك ولا رينا خير من الخوانجية ومن السكتين من فنلندا من العالم الأجمع، مش نحاربوك. وتحت من عينينا أنت إنسان مسخ، أنت فت الترتور المرزوق عمره ما مسها تصوير بورقيبة، شو وريك قد كم أنت رخيص. أنت باش تدخل في التاريخ الصغير الأسود المسخ نتاع تونس من عام 2011 إلى يومنا هذا. يحيى الشعب التونسي، الله يرحمك يا بورقيبة، الله يرحم شهداء تونس الكل، الفلاقة اللي زاد عاونوه ووقفوا معه ووقفوا مع بعضهم باش حروا تونس، اللي انت اليوم يا قيس سعيد ويا غنوشي تحبوا تدخلونا تركيا والقطر والدول الأخرى، وسيف الدين مخلوف يحب يدخلنا فرنسا، كله تفليم. الله لا تربحكم، إن شاء الله نهاركم زين. واحد متوكل على ربي، تو فما خوان جاي يقول لك عامل سابان، فهمت؟ عايش في بلاد الكفار اللي يعطيو 520 يورو للبطال، فهمت؟ واللي يقرا في الجامعه ياخذ 520 يورو زاده في الشهر، سواء بو مليونير ولا بو فقير. سلام والتحيه.